عموما تعالوا يلا ندخل في اجواء اللقاء. الاهلي بياخد مرانو الرئيسي. بقول لكم او بقول لحضراتكم ان احنا هنشوف هنحاول نجيب زميل عزيز كريم احمد، بنحاول دلوقتي معاه عشان اتواصل يقول لنا كل ما حصل في المران. اعتقد ان المران يعني لسه هيبدا او على وشك البدايه. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لفايلر والجهازه الفني. الاهلي كان خاض المرانو اليومين الماضيين على استاد الجامعه التونسيه، اكيد طبعا حضراتكم كلكم عارفين ومتابعين اول باول ما يحدث في تونس وعارفين اللي بيحصل مع الفريق الاول للنادي الاهلي. محاضره فنيه بالفيديو للاعيب الاهلي مساء اليوم. عارفين ان ريفايرا دايما حريص على هذه المحاضرات، حتى في الدوري بنشوفه بيعقد محاضرات، بيشوف الفرقه اللي هيلعبها مين، بيشوف نقاط القوه ونقاط الضعف، ازاي هيلعبها، بيشرح اللعيبه ازاي بيخترقوا من الاطراف من العمق، يعني بيتكلم في العموم. فاكيد طبعا مباراه الغد لها اهميه خاصه جدا، فاكيد هو حريص كل الحرص على معرفة اللاعبين كل كبيرة وصغيرة في هذا الفريق. أيضا كان بيضم فيديو أو هيوري اللعيبة فيديو في أبرز اللقطات الخاصة بآخر خمس مباريات الفريق التونسي. حاجة جميلة جدا وحاجة صحية جدا من المدير الفني لرينيه فايلر، وإحنا قلنا قبل كده إن فايلر ما بيسيبش أي حاجة صغيرة عشان يعرف اللعيبة، وده سر نجاحه. كمان بيطمن على ربيعه، لسه مش عارفين اخبار ربيعه ايه. اول ما نطمن عليه او اول ما يجي لنا اخبار مؤكده هنقول لكم اذا كان هو هيشارك بكره او مش هيشارك. لكن فايلر كان عقد جلسه مع خالد محمود طبيب الفريق الدكتور خالد محمود من اجل الاطمئنان على حاله رامي ربيعه مدافع الفريق. خد كدمه كده اسفل الفخذ في نهايه المران. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون متواجد بكره، وتكون موضوع بسيط ان شاء الله. السيد نبيل حبشي سفير مصر في تونس كان حريص على حضور مران النادي الاهلي ومعاه طاقم السفاره بالكامل. زي ما قلت لحضراتكم امبارح الراجل حريص كل الحرص على تذليل كل العقبات للنادي الاهلي. بصراحه كل السفره في مصر يعني بيبقوا حريصين جدا على استقبال النادي الاهلي احسن استقبال وتذليل كل العقبات للنادي الاهلي عشان يبقى متفرغ تفرغ كامل للمباراه. شكرا جدا سياده السفير نبيل الحبشي وطاقم السفاره المصريه جميعا. كان في استقباله الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تونس، أيضا مهندس خالد مرتجي ومحمد الكرح عضو مجلس إدارة النادي، والذين حرصوا أو اللذان حرصوا على حضور المران ودعم الفريق. النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة النادي الأهلي رئيس النادي كان حريص على الإطمئنان على بعثة النادي الأهلي في تونس من خلال اتصال هاتفي أيضا مع الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة الفريق في تونس. كابتن محمود الخطيب نقل الدكتور مهند مجدي ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني وقدرتهم أيضا على تحمل المسؤولية لإسعاد جماهير النادي الأهلي العريقة بتحقيق نتيجة إيجابية في رحلة استعادة اللقب الأفريقي، لقب المنشود لينا كلنا، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية بإذن الله. ده هذا الرجل اللي قدام حضراتكم ده اللي كرم رمضان صبحي مرافق للنادي الأهلي في كل خطوة. أنا بشكره شكرا جزيلا. هو اسمه للأسف يعني لو نعرف نجيب اسمه تاني يا جماعة بعد إذنكم. زي ما قلت لحضراتكم الدكتور مهند مجدي كمان نقل للكابتن محمود الخطيب، نقل له الروح القتالية العالية للاعبين وإصرارهم على تقديم عرض طيب أمام بطل تونس غدا إن شاء الله، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في انطلاقة مشواره بدور المجموعات وقطع خطوة مهمة في رحلة الوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأستاذ سفيان الوردي أو كابتن سفيان الوردي أيا كان، الأستاذ سفيان الوردي اللي كرم رمضان وزي ما حضراتكم شفتوه دلوقتي في مران النادي الأهلي، وهو مرافق للنادي الأهلي يعني خطوة بخطوة زي ما قال امبارح لتذليل كل العقبات أيضا. شكرا جدا لحضرتك. سعد سمير جاله دور برد. من أعمالك يا سعد، من أعمالك، بنشوف الفيديوهات اللي بتعملها في الناس أكيد يعني واحد كده يروح قايل إيه حتى يجي لك برد. يعني سعد سمير نجم النادي الأهلي البرد بيمنعه من المشاركة في مران الغائبين في لقاء أو عن لقاء النجم الساحلي. سعد سمير معاه صلاح محسن، عمار حمدي، حسين السيد، كمان صالح جمعة، لكن صالح جمعة أدى جلسة مران في الجيم.
تحت اشراف الدكتور او الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي الاهلي. اما صلاح محسن وعمار حمدي حسين السيد كان المفروض يبقى معاهم سعد سمير، خاضوا مران الغائبون عن مباراه النجم الساحلي.